برحب بيك يا كابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد النهارده ثلاثيه اسعدت كل جماهير النادي الاهلي، ومبروك طبعا تاهل فريق النادي الاهلي الى ربع نهائي بطوله افريقيا. من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره يسعدنا ان يكون معنا بعض الجماهير وبعض الاعضاء اللي تابعت هذا اللقاء. برحب بحضرتك، وبالتاكيد مبروك طبعا النهارده فوز الاهلي والتاهل وصداره المجموعه. شايف ازاي المباراه ورايك فيها بشكل عام؟ كل النهارده الحمد لله والحكم زي الفل، وقلنا اربع ايام خمس ايام اللي فاتوا كنا مع الحكم، النهارده الحكم زي الفل الحمد لله، عدنا على الماتش على خير، ونقول ان شاء الله باذن الله ان ننسى الماتش النهارده ونحاول ان نفكر ماتش الزمالك، نبدا فرحه على النهارده وفكر بعد كده دول الثمانيه ان شاء الله المنوعات بتاعتنا ان شاء الله. انا اي حد فيهم باذن الله لازم يفكر الماتشات اللي جايه، نلعب مع فرقه صغيره النهارده ونتكلم عن المباراه. مين اللاعبين النهارده اللي تميزوا مع ان كلهم كانوا رجاله، لكن رايك في اداء الاهلي تحديدا النهارده؟ لا الحمد لله كلهم زي الفل، اللعيبه كلها زي الفل، وجون الحمد لله محمد الشناوي كلهم زي اللعيبه كلها. بس ربنا عايز اسال على ايمن اشرف اصابته ولا ضعيفه ولا تقيله، ومروان محسن الخارج برضه مصاب، عايزين نعرف الحاجات دي كلها تحت اللعب ان شاء الله نطمن عليهم. قول لي رايك في الماتش النهارده، وشفت ازاي اداء الاهلي النهارده كجماعيه وكلعيبه النهارده ادت بشكل كامل؟ لا بصراحه الاداء كان ممتاز كبير القوم، استمرنا نصرتي بسم الله ما شاء الله، يعني حطينا على الطريق الصحيح، بدانا نشوف كوره، بدانا نشوف الاهلي بيقدم كوره كويسه جدا في خلال الفتره اللي فاتت دي. فرقنا كتير منذ 2013 النهارده. شايف ازاي اللاعبين النهارده؟ علي معلول، شفنا حسين، شفنا مروان محسن النهارده، مجموعه كبيره النهارده كانوا بصراحه يعني قد مسؤوليه. لا طبعا هو معلول في مكان لوحده بصراحه، يعني ما شاء الله ربنا يحرسه بجد. كريم نثبت كمان بسم الله ما شاء الله بدا يزيد فتره عن فتره، لا هو ابن الاهلي بجد. النهارده كمان بدايه جديده لحسين الشحات، ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هيكون فارق، الضغوط هتتشلمل عليه بعد الهدف ده باذن الله، حسين في مكان ثاني وهيقدم كتير للاهلي ان شاء الله. قول لي برضه رايك في المباراه، ومبروك طبعا فوز النادي الاهلي النهارده بثلاث اهداف. بصراحه انا يعني لاسارتي ادارته للمباراه كانت جميله جدا، يعني انا شايف ان لاسارتي من المدربين اللي فعلا تقدر تقدم فرق، دي اول حاجه. ثاني حاجه احنا دلوقتي ما شاء الله يعني عندنا جبهه شمال دمار بمعنى الكلمه، يعني علي معلول، وبصراحه حابب برضو ان انا حسين الشحات، انا شايف انه بدايته اللي جايه هتبقى افضل من اللي فاتت. حسين ابتدى يتحط على الطريق الصح، حسين ابتدى هو يستاهل كل الفلوس اللي خدها، حسين من اللعيبه الكويسه جدا، من اللعيبه المقاتله اللي هي عندها روح الفانيلا، هيقدر اللي جاي، حسين هيقدر في اللي جاي هيعمل. انا شايف ان حسين اعتقد هيقدم اكتر من اللي قدمه في المقصه واكتر من اللي قدمه في العين، والاهلي ان شاء الله باذن الله البطوله بتاعته. يعني بصراحه انا واثق في لعيبه الاهلي، وواثق في لاسارتي كمان من ادارته للماتشات، لا بصراحه بتغييراته حتى الاوقات بتاعت التغييرات بتاعته، ان شاء الله باذن الله البطوله بتاعت الاهلي. يعني شايف النهارده الاداء مع ان هذه المباراه في نهايه المجموعات، نقدر ان شاء الله في المرحله اللي جايه بقى بهذا الاداء ان احنا نقدم بقى ونوصل النهائي ان شاء الله. باذن الله باذن الله ان شاء الله هنكون في النهائي. حتى انا قبل في الاستوديو التحليلي كنت متوقع 3-0، والنهارده الحمد لله، وانا قلت لك ان الاهلي بيظهر في البطولات في الماتشات الصعبه هو ده الاهلي، انا قلت لك 3-0 والنهارده كسبنا 3-0 الحمد لله. علي معلول كان نجم اللقاء النهارده، ومروان برده الحمد لله، وحسين شحات رجع، رمضان صبحي شويه شويه هيرجع برده، بس محتاجين رمضان صبحي اكتر من كده. مبسوط قوي، وان شاء الله الاهلي النهائي، يعني ان شاء الله هنوصل النهائي باذن الله وناخد البطوله. انا متوقع ان شاء الله ناخد البطوله ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا، الحمد لله تاهلنا ونفتح الاهلي ان شاء الله، وباذن الله ناخد بطوله باذن الله، كل بطوله ان شاء الله ان شاء الله بطوله عربيه ان شاء الله. النادي الاهلي مش مجرد نادي بنشجعه، النادي الاهلي ده كيان كبير وعظيم بنعشقه وبنقدره وبنتباهى بيه. طبعا دي كانت مباراه يعني تعتبر بروفه للمباراه النادي الزمالك اللي جايه، وان شاء الله نقدر بقى ان احنا نكمل المشوار ونعمل مباراه في نفس المستوى والراقي بتاع النهارده يعني ان شاء الله. ايه رايك في المباراه النهارده؟ وكله كان مبسوط، الاهلي قدم اداء يعني ابهرنا كلنا، والحمد لله ان هو من الشوط الاول ريحنا خالص، في الشوط الثاني اللعيبه
بجد حاجه جميله جدا. علي معلول ربنا يبارك لنا فيه يعني ويحميه من الاصابات. هو كل اللعيبه اللي لعبت النهارده عايز اقول مبروك للنادي الاهلي واحنا اصلا كنا متوقعين ان النادي الاهلي هيكسب وكده. عايز اقول اللعيبه كانت حلوه قوي النهارده وربنا يبارك لهم ان شاء الله على طول نكسب وكده.